يقول السائل: قلت يا شيخ إن أهل السنة وسط في العبادات، فهل معنى هذا أن كثرة العبادة مذمومة، وهل الانقطاع للعبادة بدعة؟ فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا، فأخبروهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكن التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلم يريدوا الاقتصار على فعل الرسول، حتى قال بعضهم: أنا أصلي ولا أنا، قال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليهم غاية الإنكار، وقال: والله أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز الزيادة في العبادة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا فيما اختص به من الخصائص، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أما غير الخصائص فإن هذه الشريعة عامة لكل أحد.